سألتكم عن ايش تبغى نتكلم هذا الاسبوع، طلباتكم كانت شوية واضحة ومتوقعة. صراحة كنت خايف شوية نتكلم في هذا الموضوع، لكن ألهمني كلام معالي وزير الإعلام الدكتور عادل الطريفي. Just to tell you how the freedom of the press, we are called and always ranked very low. فواجب علينا انه نؤكد كلام الدكتور عادل الطريفي عن وجود حرية التعبير لحد ما ونمارسها. ثلاث دقائق هذا الاسبوع، ثلاث دقائق وزارية فخمة. القضية قضيتين، القضية الأولى أن وزير الخدمة المدنية قال إنتاجية المواطن ساعة واحدة فقط. لا 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 لا، ما يزيد عن ساعة. يعني طول حياتك أنت تحسب بريك الغداء ساعة، طلع دوامك كله ساعة، قيمتك كلها ساعة. يعني أنت لو كنت رايح في زحمة وكان المشوار أخذ منك ساعة، خلاص أرجع. بعيدا عن المزح، هذا الموضوع زعل ناس كثير. كيف اقبل من وزير من منصه اعلاميه يفترض اني استند اليه بطمس انتاجيتي؟ هذا اللي تتكلم عنهم ساعه، شوف كيف قاعد يصلي في الشمس. ابغى اعرف ذا الشاب وين يروح؟ وين يقضي 8 ساعات؟ شيء طبيعي جدا انك انت تحس انه انت شغلك كله ساعه. المثير للاهتمام انه ناس قدروا يوصلوا لمعلومات تعتبر المفروض سريه، بس سبحان الله كيف قدروا يوصلوا لها ما نعرف. تشير اذا صحت هذه الصور وما كانت مفبركه انه ولد وزير الخدمه المدنيه تم تعيينه بعد تعيين وزير الخدمه المدنيه بوظيفه براتب أكثر من 20,000 ريال، مع إنه حسب الصور بتقول شهادته ما هي حتى جامعية، شهادة ثانوية. الجدير بالذكر إنه وزير الخدمة المدنية بنفسه قال إنه هو في ناس من أقربائه عندهم شهادات وما قدروا يحصلوا وظيفة. أنا بنت أختي صار لها 5 سنوات ومعاقة وعندها 4 دبلومات ما حصلت على شيء. النظام نظام. ودي أصدقك بس قوية. أبرز تحليل أو رد كان في اليوم الثاني من هذا اللقاء على نفس القناة على نفس البرنامج. في سر فريد عجيب غريب لتحسين الإنتاجية، إنك تحفز الموظف. أصلاً إيش يعني إنتاجية؟ عن طريق بحث بسيط في الإنترنت لقيت كلام الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة العامة في السعودية السابق في هذه الورقة. يقول الإنتاجية في أوسع معانيها تعنى بالجمع بين مدخلات الإنتاج، العمالة، رأس المال وغيره اللازمة لإنتاج مخرجات من السلع والخدمات المختلفة. هذا هو المفهوم العام للإنتاجية. يعني لو أنت تبغى ترفع الإنتاجية أو تبغى تنتقد الإنتاجية، أنت في الحقيقة ما بتنظر للعمال، أنت ما بتنظر للموظفين، أنت بتنظر للأعلى، بتنظر للإدارة، بتنظر للوزارة، بتنظر لوزير الخدمة المدنية. ها، لو نبغى نكون حقانيين شوية، قد تكون المشكلة فعلا هي مشكلة فكر. صاحبي مصطفى موظف مهندس في القطاع الخاص قال انه اللي صار يعتبر فجور في الخصومة. هذا رأيه بس حبيت اقول لكم. القضية الثانية، نائب وزير التخطيط برضو في اللقاء قال انه نحن اذا ما اتخذنا الخطوات اللي اتخذناها فالافلاس حتمي. الناس زعلت، كيف نواجه افلاس؟ ما حنواجه افلاس. ثاني يوم قال انا خانني التعبير. امام الملأ يمكن انا خانني التعبير. هنا وقفة يا اخي، الانسان انسان، يخون التعبير، يخون الفعل، مو على كل حاجة الواحد يقولها على طول ايش نسوي مشاكل. اذا حنجلس نستقعد ما حنشتغل. تعرف ليش نحن حنستقعد؟ عشان انتاجيتنا ما يزيد عن ساعة. امزح امزح امزح. الصحفي احمد العمران لاحظ ملاحظة صغيرة، وزير الدولة محمد آل الشيخ قال نفس الكلام قبل فترة، السعودية سوف تفلس تماما خلال 2 سنين. شكرا.